عندما نتحدث عن قطاع التجزئة فنحن نتحدث عن الجزء من الاقتصاد المسؤول عن كل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء والعمليات التي تتم خلف الكواليس مثل الأمور اللوجستية والإدارية في المحلات التجارية ومراكز التسوق. مع تزايد عدد مراكز التسوق في السنوات الماضية نلاحظ أن النظرة العامة للقطاع اختلفت. يا ترى ما هي وجهة نظر رواد القطاع من هذا التطور؟ الرؤية العامة لقطاع التجزئة تغيرت عبر الزمن. من مجرد إيجاد مراكز تجارية بها محلات للبيع والشراء إلى كونها منصات تسمح للفرد على أن يقوم بخلق فرصة لأعماله التجارية الحرة وللانطلاق ولتكوين كيان تجاري ناجح. إذن القطاع يمر بنقلة نوعية في النظرة العامة له، وأنه أكثر من مجرد محلات تجارية، ولكن إذا تحدثنا بلغة الأرقام ما هو الحجم الحقيقي والأهمية التي يمثلها هذا القطاع لاقتصاد عمان؟ عندما نتحدث عن قطاع التجزئة في السلطنة فإننا حتما نتحدث عن قطاع حيوي، قطاع كبير، قطاع متطور، بل متطور بشكل تسارعي كبير عندنا في السلطنة. هذا القطاع يساهم بما نسبته 8% من الناتج المحلي، إذن هو قطاع واعد وقابل هذا الرقم للزيادة في المستقبل إذا ما تم الاهتمام بشكل أكبر بهذا القطاع. نلاحظ أن قطاع التجزئة يعتبر من الركائز الأساسية الغير مرتبط بشكل مباشر بالنفط والغاز، وهذا يعزز من أهمية هذا القطاع في الاستدامة والتنمية وتنويع مصادر الدخل. يصل عدد العاملين في قطاع التجزئة حالياً أكثر من 280 ألف موظف، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم بواقع 54 ألف وظيفة بحلول 2020، إلا أن نسبة التعميم الحالية في القطاع لا تتجاوز 12%. فسألنا أحد رائدات الأعمال عن التحديات في توظيف الكوادر المحلية. الصعوبات اللي واجهتها في توظيف الكوادر العمانية كانت أتوقع من خبرتي سببها قلة المعرفة أو قلة الوعي عن الفرص الموجودة في هذا القطاع. في مئات المشاريع العمانية اللي تبحث عن موظفين عمانيين أو كوادر عمانية ممكن تطورها وممكن تدربها وممكن تشغلها، بس نحتاج إلى وعي أكثر. من الواضح أن نقص الوعي بالقطاع بشكل عام هو أحد الأسباب الأساسية أن البعض لا يأخذ الفرصة المتاحة بجدية، ولكن من جانب آخر التدريب والتأهيل من أهم الحلول الأساسية التي يحتاج إليها القطاع لكي يواجه تحديات الاستمرارية الوظيفية. يعتبر قطاع التجزئة من أبرز القطاعات الرئيسة في اقتصاديات الدول العالم فيما يتعلق بتشغيل القوى العاملة. أنا أؤمن تماماً أنه لو توفر التدريب والتعليم الصحيحين في هذا الجانب لاستطعنا من خلق آلاف الفرص الوظيفية كل عام وعلى كافة المستويات الوظيفية الصغرى والمتوسطة والعليا. التدريب جزء لا يتجزأ من عملية النهوض بقطاع التجزئة العماني ليصبح قطاعاً يستوعب الطاقات المحلية ويمنحهم أدوات النجاح. ربما التركيز هنا على الوظائف الأساسية الذي يبدأ بها الموظف الجديد، ولكن القيادة في القطاع أيضاً جزء مهم في المعادلة لتحقيق التكامل الوظيفي. فما هي متطلبات النجاح في الوظائف القيادية؟ الأمر يحتاج إلى أن طبعاً نخلق قادة عمانيين مدربين للمستقبل لإدارة القطاع برمته، وهذا طبعاً ما بالصعوبة، لكن هناك عوامل النجاح يجب أن تتوفر في القائد نفسه، منها التعليم الأساسي، التعليم الإداري، الشغف، الجرأة، قبول التحدي. هناك طبعاً تحدي كبير أنك تتعامل أنت مع أمزجة مختلفة، مع مطالب مختلفة، يجب أن تفهم عقليات الناس، عقليات الزبائن. حالياً يوجد جهات مختلفة منظمة لبعض جوانب القطاع، ولكن مع تطور وزيادة حجم قطاع التجزئة في السلطنة وأهميته الاقتصادية، هل سيتطلب القطاع وحدة مستقلة مسؤولة عنه ومنظمة له بشكل مباشر؟ سوق السلطنة من حيث التجزئة سوق واعد، سوق كبير، بما يحتم وجود مؤسسة تعنى بتنظيم وإدارة وفي بعض الأحيان حوكمة هذا القطاع،
وتكون هذه المؤسسة بمثابة حلقة وصل بين قطاع التجزئة في السلطنة وبين المؤسسات الحكومية أو بين مؤسسات صناعة القرار في هذا القطاع. هناك الكثير من المؤسسات في السلطنة التي تحاول أن تنهض بقطاع التجزئة بطرق مختلفة، لا سيما مع التطور اللافت في السنوات الأخيرة الماضية في مراكز التسوق التي تسعى للوصول لمستويات عالمية. لنتعرف على أحد رواد القطاع وفلسفة عملهم. لقد عمل العريمي بوليفارد منذ بدايته على دعم أصحاب المبادرات التجارية الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تثقيف ودعم البرامج التوعوية المتخصصة في إيصال أهمية قطاع التجزئة للمجتمع. ختاماً، نستطيع القول أن مستقبل قطاع التجزئة في السلطنة واعد وينمو بوتيرة متصاعدة، وبذلك يزداد تأثيره الإيجابي على اقتصاد السلطنة من خلال خلق فرص وظيفية متعددة. من المعروف أن قطاع التجزئة من أكبر القطاعات استيعاباً للوظائف. نجاح القطاع ورقيه يتم من خلال تعاون الجهات العامة والخاصة ورواد القطاع والاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله.